اهلا بيكم في سلسله الكار انجن. في اول فيديو عندنا وهو هنعمل النهارده الاير فلتر اللي هو البارت دوت بالظبط بالتحديد. يعني في نهايه السلسله كل اللي انا طالبه منك باذن الله لو انت يعني خلصتها للاخر ووصلت للمرحله ديت وصلنا ان احنا نعمل اسمبل وصلنا للفينش دوت، فانا هطلب منك ايه؟ انك انت هتصور لي الصوره بالوضع دوت ويكون اسمك مكتوب فوق هنا وهترفعه لي على ملف درايف او على اللينك درايف انا هسيبه لك تحت اوريدي في الديسكريبشن وهترفعه لي، وبعد كده هنعمل فيديو ختامي للناس اللي خلصت هيتعرض فيها اسمها بالاسمبل بتاعها تمام بالكار انجن اللي عملته واسمها يكون موجود هنا تمام. طيب يلا بينا في اول فيديو عندنا واول حاجه وبسم الله هو الاير فلتر. اول حاجه عشان نعملها تعالى نبدا من الاول، هنختار فرونت بلان نعمل اد سكتش، بعد كده هنختار سنتر لاين ومن الاوريجن هنطلع فوق كده ونخليه فيرتيكال، بعد كده نختار امر لاين ونيجي من عند البوينت ديت نطلع بالشكل ده ونقفل هنا. طيب اول حاجه تاخد سمارت دايمنشن تعمل انجل، انجل مثلا هتكون حوالي 10، الكلام ده ستاندرد، ده فالكلام ده اساسا انت بتعمل كار انجن اوريدي معمول، بس انا بغرض ان انا اعلمك ان احنا نتعلم البرنامج مش اكتر. بعد كده هتحدد الارتفاع بتاع الجزء دوت من البوينت دي للبوينت دي هيكون اراوند يعني 50، ومن هنا ثانية واحدة الغي الكلام ده من البوينت ديت لي هو في طيب من البوينت ديت للبوينت دي هيكون حوالي 20 خلاص. بعد كده تطلع من السكتش دوت ولا خليك موجود فيه، هنختار امر ميرور، هنا هتختار الشكل او البروفايل اللي انت عايز تعمله ميرور، فانا هختار اللاين دوت واللاين دوت. طب هتعمله ميرور اباوت ايه؟ ميرور اباوت السنتر لاين اللي انا عملته. بعد كده ندوس اوكي. بعد كده هنكريت بلان. طب انت عايز تكريت بلان تطلع من السكتش بتاعك، هتروح على امر اسمه الفيتشرز، من الويندو بتاعت الفيتشرز هنختار ريفرنس ونكريت البلان بتاعنا الجديد. طيب الاول حاجه تختار الريفرنس ليك البلان اللي هو منه هيتم تحديد البلان الثاني او النيو بلان، فانا اختار الفرونت بلان. طب عايز البلان الجديد هيكون على ديستنس كام؟ يعني لو جينا بصينا كده هنلاقي ده البلان الجديد وده البلان الريفرنس بتاعي، اختار ان الديستنس هتكون حوالي اراوند 101 بوينت. طبعا مش حوالي، هو الكلام ده اوريدي معمول عشان ارجع اقول تاني. طب هتروح للبلان دوت لو دوك ضغطت عليه كليك يمين او ماشي، وبعد كده هتعمله نورمال 2، بعد كده تضغط عليه تاني وتعمل له اد سكتش. طيب بعد كده هتاخد من هنا السنتر لاين، هتيجي من تحت هنا كده وهتطلع فوق، او حاجه تانية انا عايز اعلمك كذا حاجه، او انك انت تختار اللاين دوت وتعمل له كونفرت خلاص. طيب او تدوس عليه كده تاني وتعمل له فور كونستراكشن بحيث ان هو يبقى سنتر لاين، بعد كده نعمل نورمال 2. ممكن تعملها انت عادي من هنا او تعمل كنترول 1 هيجيبها لك بالظبط ده بالوضع دوت. بعد كده هتختار لاين من هنا وهتمشي كده 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 على اللاين دوت وتيجي هنا بحيث ان لاين مع السنتر لاين نفسه خلاص. طيب بعد كده هتاخد سمارت دايمنشن ومن البوينت اللي تحت للبوينت ديت هنعمل المسافه هتكون 25، ومن هنا ثانيه واحده كل ما اجيبها من هنا يديني نفس المشكله، من البوينت ديت للبوينت دي هتكون 11.5. بعد كده هنعمل هنروح على الميرور نفس اللي عملناه راح نعمله قدام، يعني هتختار البروفايل اللي انت عايز تعمله الميرور، وبعد كده تختار الاكسس اللي هو السنتر لاين نفسه، بعد كده هتضغط اوكي تمام. طيب في المرحله اللي بعد كده طبعا انت هتخرج من السكتش ده خالص، عايز تخفي البلان ده مفيش مشكلة، هتروح برضه على فيشرز وأمر احنا كنا اتكلمنا عنه مسبقا، ممكن ترجع لفيديو ليه. هنختار أمر اسمه اللوفتد، كل اللي عليك انك تختار البوينت دي أو البروفايل للبروفايل دوت، مش البوينت، انت بتختار سكتش كامل سكتش لسكتش بالشكل دوت تمام، وبعد كده تضغط أوكي الشكل بقى زي ما هو قدامك. طيب بعد كده تروح لحاجة اسمها الأبيرنس، تعمل edit appearance من فوق ونختار اللون الأصفر، خلينا في الأصفر ده كويس عايز يعني اوكي. بعد كده تضغط اوكي. بعد كده هنروح لأمر جديد من برضه الفيتشرز، حاجة اسمها linear pattern، لما يكون عندك شكل symmetric
يفضل انك انت مش كل شويه تقعد ترسمه، لا هروح لامر اسمه لينير باترن. لو انت بتعمل لينير باترن حاجه في لينير هتعمل لها يعني ترسمها تاني بس كلينير، فانا مش هرسم لينير ده، انا عايزه تلف حوالين الاكسس ده. طيب هعملها ازاي؟ من هنا من السهم هنختار حاجه اسمها سيركل باترن. خلاص اول حاجه انا عايزها طبعا هتبقى دي الواجهه اللي هتظهر لك هنا، ده الاوبشن بار بتاعك. اول حاجه هنا بتحدد الدايركشن هيلف حوالين مين، وهنا بتحدد انت عايز البروفايل اللي انت هتخليه يلف، وهنا بتحدد هيلف قد ايه. يعني انت الكلام ده فليكسبل بالنسبه لك. انا طبعا عايز 360، عايز 360 وعايز ال ثانيه تمام. يبقى انا عندي اول حاجه هنا الدايركشن. يعني ايه الدايركشن؟ انت عايز الشكل ده يمشي ازاي. لو انت كنت مختار سيركل باتر فانا بالتالي هختار اكسس يلف حواليه، فانا هختار الدايركشن ده. طب انت عايز يلف قد ايه؟ المقدار بتاعك 360. طب انا دلوقتي الباترن عايز اعمل لك كام باترن هنا في الخانه ديت، هتعمل عدد الباترنز بتاعتك. فانا اقول له والله انا عايزهم يكونوا 18 باترن. طب انت عايزهم يلفوا قد ايه؟ والله يلفوا حوالي 360 درجه. طيب الاول هنا هو مش راضي. طب تعال الاول ندخل له الباترن اللي هيلف. انت لو دوست كده هو خلاص ايه حدد له الشكل بتاعك هيلف قد ايه. طيب دلوقتي انت عايزه يلف قد ايه؟ قلنا 360 برضه في ايرور. طب نخليها ايكوال سبيسنج وبعد كده ايه مشيت معاك. خلاص الايكوال سبيسنج بان هو يدي، يبقى هو هيعملهم حوالين بعض بنفس المسافات، فانت لازم تعملها ايكوال سبيسنج لو هما الاثنين حوالين بعض بنفس الايه بنفس المسافه. خلاص بعد كده هتضغط اوكي، يبقى احنا وصلنا للشكل ده. يعني بدأنا نقرب. فانا الاول انا بحبها كده عشان تبان اكتر. لو عايز تعمل حاجه زي كده انت بتيجي من الابلاي سكين تضغط عليها وتختار لك فيه كذا سكين، يعني كذا مشهد او كذا باك جراوند. فانا بحب اللي هو البلان وايت، بيخلي الشكل ظاهر اكتر معايا. تمام طيب يلا نكمل، يلا بينا. في المرحله اللي بعد كده احنا طبعا نشوف اتعلم الحاجات اللي احنا استخدمناها النهارده. استخدمنا امر اللوفت وعرفنا ازاي نستخدمه، واستخدمنا امر تاني من اللينير باتر قدرنا نستخدم حاجه اسمها السيركولر باتر وعرفنا ازاي نتعامل معاه. حاجه تانيه وهي الشيل، وده تالت امر عندنا. الشيل محتاج منك ايه؟ انك انت تحدد له الفيس اللي انت عايز تعمل له شيل، والفيس التاني، وتقول له المسافه بتاعتك. هنا طبعا مش المسافه، هنا السكنس. يعني ايه؟ يعني تخيل ان دي عباره عن علبه صفيح كده بالظبط، او حاجه مصمطه، حاجه مصمطه بعد كده انت بتفرغها من جوه بتعمل فيها زي نظام تجويف. فهو انت عايز السكنس بتاعي يكون قد ايه؟ فانا والله اخليه واحد وبعد كده هدوس اوكي. خلاص بقى معاك بالشكل اللي انت شايفه دوت. طيب بعد كده هنختار فرونت بلان وهنعمل سكتش وهنختار سيركل عشان نقفلها من ناحيتين. هنقفلها من هنا وخلي السيركل ديت مع البوينت ديت تبقى كونسلنت. يعني انا اخليها مع اخر بوينت هنا، الاثنين هيبقوا كونسلنت لبعض. خلاص هتلاقي حتى الشكل بتاعك بقى ايه فولي ديفاين. طيب بعد كده هنروح لامر احنا كلنا عارفينه لا غنى عنه، هو الاكسترودد. هنختار انت عايز تعمل اكسترود قد ايه؟ والله انا هختار 17. مش هنختار ده، الكلام ده ستاندرد، هرجع اقول لك الكلام ده ستاندرد 17 بوينت هاف. تمام بعد كده هنعمل ان هو يعكس ريفرس، هنعمل لها ريفرس بعد كده نضغط اوكي. تمام بقى معانا بالشكل اللي قدامك دوت. طيب زي ما عملنا ورا هنعمل قدام. طب هتقول لي طب انا ما عنديش بلان قدام ارسم عليه. انت ممكن ما تضطرش انك انت تكريت بلان، يعني مش لازم كل شويه تكريت لي بلان. لو انت عندك المقدره انك انت ترسم هنا على طول، انا دلوقتي عايز اعمل حاجه اسد زي ما سددت ورا اسد قدام. انا لو انت عندك المقدره تعمل كده قدام اعمل. يعني انت ممكن تيجي على حاجه زي الفيس ديت وتعمل عليها سكتش. خلاص كده انت مش مضطر انك انت ترسم بلان تاني، لان موضوع كذا بلان ده بيلخبط الواحد في الشغل يعني. بعد كده بتيجي من عند البوينت ديت ولغايه ما تبقى كونسيدنت الشكل دوت. بعد كده بنروح لامر اسمه الفيتشرز من اكسترودد، هنعمل برضه نفس المسافه 17 ونص وتخليها في الدايركشن دوت واوكي. طيب الشكل بتاعنا كده احنا قربنا خلاص. بعد كده نروح لحاجه اخيره وهو امر الفيلت. هنختار الايدج ديت، نختار الايدج دي والايدج ديت، ونخلي الفيلت بتاعنا هيكون 10. خلاص هيكون السيركل بتاعي الارك بتاعي يكون حوالي 10 ملم. ولو هي مش باينه معاك، يعني هو مش باين، هو يعني ساعات في ناس بيقول لك انا مش باين معايا الاكل، يعني هو يعني هو بياكل من الجزء بتاعي.
هو مش باين معايا الحته الصفراء، خطوط الصفراء اللي انت شايفها ديت، او مش باين معايا شكل الفيلم، فانت بتختار يعني. هو بيبقى باين بالشكل دوت، خلاص باين بالشكل ده. نتيجة انا تختار حاجه اسمها فول بريفيو، هيلاقي ان هو بدا ايه يعرض معاك الامر الفيلم. بعد كده نضغط اوكي تمام. بعد كده بنروح على الفيس التاني دوت عشان هنفتح الهول هنا، وهنعمل سكتش، نختار سيركل، نعمل السيركل بتاعتنا بالشكل دوت. الدايمتر هيكون حوالي 30. بعد كده نروح لاخر امر عندنا من فيتشرز، اكستريت كات. اوكي ممكن تخليها ثرو اول، بس ثرو اول هتلاقيه عدى من الشكل كله، فانا مش عايز ثرو اول، خليها بلايند، تتحكم فيها زي ما انت عايز. خليها مثلا دلوقتي مخليها بالثيكنس نفسها، احنا مثلا نزودها زياده يعني لو في مثلا حس ان هو ياكلها كلها، خلاص هتلاقي قطع في الجسم كله كده. ونكون خلصنا. ممكن بقى انت لو اخترت الجزء دوت تحس انك انت عايز تعمل له مثلا appearance، تختار فيس نفسه. انا مثلا خليها باللون الابيض مع اللون دوت برضه مع الفيس ديت، خليها ابيض تمام، والفيس دي برضه والفيس ديت والفيس ديت، بس اضغط اوكي بس كده. يكون الشكل بتاعنا النهارده خلص. اتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم، تكون استفدتوا، يا ريت تكمل معانا في السلسله لغايه ما توصل للاخر. بعد كده زي ما قلت لك هتنزل الاسم بتاعك على الكار انجن في الاخر. بعد كده احنا هنعمل فيديو ختامي بالناس اللي خلصت. وسلام، نشوفكم في فيديو جديد مع باشمهندس عمر محمد ميكاترونكس. يلا سلام.